بسم الله. الحمد لله. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني ما عندوش حق يتكلم بآلهتكم، آلهتكم مباركة ومطلقة الجمال و هيمنة على أنفسكم المريضة، هيمنة بالمطلق وهيمنة مطلق. هذا الذي يذكر آلهتكم أي يذكر بسوء، كما سيدنا إبراهيم عليه السلام والأنبياء جميعا بينوا أن الآلهة لا يمكن لا ذكرها ولا الأخذ بما يقال عنها ولا تصديق لما كل ما لا يصفونها به. هكذا هذا الدين دين صفي حساب مع الذاكرين لغير رب العالمين، ذاكرين أي عابدين لآلهة من اختلاق ومن وحي إبليس. نسأل الله أن نكون برآء منكم. Nous sommes dans des aveux à propos de ce que vous dites. Vous êtes les politiques, vous êtes vraiment les pires ennemis d'Allah au Seigneur. Et notamment de l'intelligence chrétienne, c'est notamment sous